كيف أفك التعلق مع أن أهلجي حبيبتي؟ أنت مشكلتك مش تعلق، أنت مشكلتك كرامة. حد يسوي شي وأتم أحبه؟ والله لو قالوا لي حبي منو ويابولي شي حطولي ألماس من فوق لين تحت وأنا بهالطريقة مذلولة، ما أخذه، ما باه. الإنسان بدون كرامة شو يسوى؟ أنت مشكلتك مش تعلق، مشكلتك لازم تمسحينه من الذاكرة. أنت مشكلتك الحين كيف تعالجين نفسك من اللي استوى معاك؟ كيف حد يساعدك ينسيك الأذى والألم؟ مش تعلق حب، يمكن خانك التعبير، بس أنا هذا وجهة نظري. لا تخلي حد ينزل من قيمتك، لا بسم الله عليك، أنت دائما مرفوعة الرأس، والله كريم، الحمد لله.